السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم تلاميذ سنة 5 ابتدائي. الاختبارات قربت على الأبواب، إن شاء الله ربي يوفقكم كامل إن شاء الله. حبيت نعاونكم بهذا الفيديو اللي فيه ملخص لجميع دروس الفصل الأول بالنسبة لتلاميذ سنة 5 ابتدائي. نبدأ على بركة الله. أول درس هو المعالم التاريخية. المعالم التاريخية، وش معناها معالم تاريخية؟ تعريف المعالم التاريخية: هي أبنية أو منشآت تتميز بها منطقة ما، وتكتسب المعالم التاريخية أهميتها من حسب حجمها أو جمالها أو قدمها. وش معنى هذا الكلام؟ هي أبنية يعني بنيان يا أخي، أو منشآت تتميز بها منطقة ما، يعني في منطقة بلاصة فلانية عندها، هذه البلاصة فلانية مثلا في عندنا جامع كتشاوة في الجزائر العاصمة، عندنا مسجد كتشاوة، هذاك جامع كتشاوة هذا مشهور في الجزائر العاصمة، يعني هو معلم تاريخي صح؟ وتكتسب معالم تاريخية أهمية حسب حجمها، يعني إذا كانت كبيرة ولا صغيرة ولا جمالها، كما مسجد كتشاوة الشباب الداخل صح، أو قدامها، يعني هذه قديمة على هذه، يعني هذه شابة على هذه باسكو هذه قديمة على هذه، ولا هذه كبيرة على هذه. هذا هي، هذو هما اللي نقدروا نفرقوا بين المعالم التاريخية من حيث الحجم ولا الجمال ولا القدم. حيث نجد في المعالم في العالم عفوا حيث نجد في العالم العديد من المعالم التاريخية. في العالم كاين بزاف معالم تاريخية التي خلدت مختلف الحضارات السابقة. أيا نبدأ منها، عندنا الأهرامات. الأهرامات تعرفوهم جايين في مصر، موجودة بمصر. عندنا سور الصين العظيم. سور الصين العظيم هو أطول سور في العالم، وهو معلم معماري. وين جاي؟ جاي في الصين. عندنا جامع كتشاوة موجود في الجزائر العاصمة، وهو معلم ديني ومسجد. تاج محل موجود في الهند، وهو من أجمل النماذج للعمارة الإسلامية. مقام الشهيد وين جاي؟ طبعا كما نعرفوه هو موجود في الجزائر العاصمة. البارثينون موجود في اليونان، وهو معبد إغريقي. وعندنا البتراء موجود في الأردن، وهي من عجائب الدنيا السبع. الدرس الثاني هو المراحل التاريخية، عفوا هو المراحل التاريخية. قسم المؤرخون المراحل التاريخية إلى مراحل متباينة. شحال من مرحلة؟ قسم المؤرخون المراحل التاريخية إلى 4 مراحل. شفاو عليها. قسم، يجيك في صحيح، في ضع صحيح أو خطأ، يقول لك قسم المؤرخون المراحل التاريخية إلى 6 مراحل. خطأ. قسم المؤرخون المراحل التاريخية إلى 4 مراحل. شفاو عليها، 4 مراحل. نبدأ. المرحلة الأولى هي مرحلة التاريخ القديم. تبدأ من اكتشاف الكتابة حوالي 3200 قبل الميلاد. شفاو، مرحلة التاريخ القديم تبدأ كي اكتشفوا الكتابة في عام 3200 قبل الميلاد، إلى غاية سقوط روما على يد القبائل الجرمانية 476 ميلادي. هكذا، هذه مرحلة التاريخ القديم. لازم تحفظ منين بدأ منين خلاص. بماذا تميزت؟ تميزت باكتشاف الكتابة، ظهور الديانات المسيحية واليهودية، ممارسة الزراعة الصناعة والتجارة، ظهور الحضارات مصر الشام الهند الصين. ونزيد لكم واحدة من عندي، يعني أنا عندي كما بنتي وش عطيت لها، قلت لها تميزت باكتشاف الكتابة، ظهور الديانات المسيحية واليهودية، وميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. تما ما كان له تزيدوا هادو مزوج، تقدروا تزيدوهم يعني، بصح هادو باش يجوكم سهلين كي تحفظوا ولادي. يا اخي عندنا اكتشاف الكتابة، ظهور ديانات المسيحية واليهودية، وميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. حفظوا غير هاد ثلاثة في مرحلة التاريخ القديم. أهم الشخصيات عندنا الملك ماسينيسا، الملك يوغرطا، الملك سيفاقس، والملك فيرمينا.
هذو أهم شخصيات في التاريخ القديم. مرحلة التاريخ الوسيط تبدأ وين خلاصت هذه تبدأ هذه يا أخي، كان 4 مراحل اللي تخلص فيها واحدة تبدأ فيها الأخرى. هنا خلاصت في سقوط روما، إذا التاريخ الوسيط يبدأ من سقوط روما. سقوط روما سنة 476 إلى فتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453. كي قلنا مرحلة التاريخ الوسيط شوفوا منين تبدأ إلى فتح القسطنطينية على يد العثمانيين سنة 1473. بماذا تميزت؟ انتشار التخلف والجهل في أوروبا، واحدة. مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، 2. ظهور الدين الإسلامي وانتشاره في العالم، 3. العالم الإسلامي كان يعيش أزهى عصوره من حيث تطور الحضاري. هذه تقدروا تنحوها، تقدروا ديروها بصح باش يجيكم سهلين. ديروا 3 فقط، انتشار التخلف والجهل في أوروبا أحفظوها، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام 2 أحفظوها، ظهور الدين الإسلامي وانتشاره في العالم، هذه 3 هادو سهلين. من أهم الشخصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حسن بن النعمان، عقبة بن نافع، طارق بن زياد، أبو بكر الصديق، صلاح الدين الأيوبي، هادو كامل كانوا في مرحلة التاريخ الوسيط. عفوا، روحوا المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية خلاصت بفتح القسطنطينية، يعني المرحلة الثالثة تبدأ بفتح القسطنطينية سنة 1453 وتنتهي بقيام الثورة الفرنسية سنة 1789. بماذا تميزت؟ سقوط غرناطة، احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، ظهور ثورة صناعية في أوروبا. تقدر تحفظ هاد 3 يكفوك. عرف العالم الإسلامي ركودا حضاريا أدت إلى انقسامه وضعفه وظهور الخطر الأجنبي. هذه تقدروا تزيدوها فقط، لكن أنا عندي أحفظوا هادو 3 هما السهلين. كي تحفظوا اختاروا 3 يكونوا سهلين. من أهم الشخصيات خير الدين بربروس والدي حسين. مرحلة التاريخ المعاصر من قيام الثورة الفرنسية 1789 إلى يومنا هذا. بماذا تميزت؟ قيام الثورة الصناعية، انتشار الحركات الاستعمارية، ظهور المقاومات والحركات التحررية، وتطور التكنولوجي. اختاروا 3 فقط أحفظوهم. ومن بين أهم الشخصيات الأمير عبد القادر، عبد الحميد بن باديس، ومصطفى بن بولعيد. نعطيكم ملاحظة أمهات هنايا، نطرح لهم سؤال، نقول لهم تاريخ، أعطيني وقتاش سقوط روما، سقوط روما في 476 لازم يحفظها، وقتاش اكتشاف الكتابة 3200 قبل الميلاد، هادو يحفظوهم يوميا عودوهم داكوغ، وقتاش فتح القسطنطينية 1453 نبداو، اكتشاف الكتابة 3200 قبل الميلاد، سقوط روما 476 ميلادي، هادو كتبوهم كامل أمهات في ورقة من بعد نعودوهم، فتح القسطنطينية 1453 ميلادي هكذا، قيام الثورة الفرنسية 1789، دخول فرنسا للجزائر 1830، هادو ما أكتبوهم، هادو ما طرحوا لهم أسئلة عليهم. أوكي، دوكا نروحوا للدرس الثالث، الاستعمار الحديث. الدرس الثالث هو الاستعمار الحديث. الاستعمار الحديث واش معناها؟ هو حركة سياسية عسكرية. وين ظهرت؟ ظهرت في أوروبا، حيث قادتها الدول الأوروبية بعد الثورة الصناعية، مستهدفة الشعوب والبلدان ضعيفة القوى الغنية بالمواد الأولية في إفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية. واش معناها الاستعمار الحديث؟ هو حركة سياسية عسكرية. أين ظهرت؟ ظهرت في أوروبا، قادتها الدول الأوروبية، يعني في أوروبا اللي صراو، يعني القادة تاعها كامل من الدول الأوروبية. وين؟ بعد الثورة الصناعية. واش كان الهدف تاعها؟ هو الهدف تاعها البلدان الضعيفة، يعني جو للبلدان الضعيفة باش
يستوليو على القوى تاعها، تسمى القوى يستوليو على المواد الاوليه تاعها، كيما زعما عندنا الحطب، عندنا الشمس، عندنا البترول. يا اخي هادو ما الدول ضعيفه اللي عندهم كامل هادو في افريقيا، جاو الدول الاوروبيه جاو باش يحتلوهم باش يدوا لهم المواد الاوليه وباش يحتلوهم. اسبابه ودوافعه، شنو هو الاسباب تاع الاستعمار الحديث وما هي دوافعه؟ عندنا اقتصاديا، يعني من الناحيه الاقتصاديه، كانوا البحث عن المواد الاوليه من اجل الصناعه، يعني باش يصنعوا القوارب تاعهم، السفن تاعهم، باش يصنعوا، كانوا يدونا الحديد منا ويدوه يصنعوا بهم تما المصانع ليهم، كانوا يدوا من عندنا ويدوا لاوروبا لبلادهم ويخدموا بهم. عندنا توفير مناصب شغل للعاطلين من الاوروبيين، يعني كاين اوروبيين تما ما عندهمش خدمه، كانوا يجيبوهم لهنا. مثلا احنا الجزائر احتلتنا فرنسا، كانت تجيب العاطلين على العمل تما، كانت تجيبهم تشغلهم هنايا. اسواق للاستثمار وتصريف الفائض من السلع في السوق الاوروبيه، يعني كانوا يستثمروا في الفائض تاع السلع. بشريا، اكتشافات الجغرافيه والتخفيف من الضغط السكاني على اوروبا، السكان بزاف في اوروبا جابوا نقصوا شويه من عندهم وحطوهم عندنا. استراتيجيا، انشاء قواعد عسكريه ومستعمرات ما وراء البحار، تامين طرق من واليها بالسيطره على اهم الممرات البحريه. يعني زعما كان كيما حنا بين فرنسا والجزائر كان البحر الابيض المتوسط، كانوا باش يسيطروا عليه باش يولوا رايحين جايين كيما يحبوا. داكوغ. عندنا حضاريا ودينيا، نشر الحضاره الاوروبيه، يعني تسمى الحضاره تاعهم هما حضاره تاعهم مختلفه، احنا حضاره اسلاميه هما حضاره تاعهم مختلفه، حبوا ينشروا الحضاره تاعهم عندنا هنايا، والرغبه في نشر المسيحيه، يعني باش حبوا ينحوا لنا الاسلام وينشروا لنا المسيحيه هنايا. داكوغ، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هذا هو ملخص الفصل الاول تاع ماده التاريخ سنه 5 ابتدائي، ان شاء الله يكون استفدتوا منه. بارك الله فيكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.